أعزائي، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم السبت 15 أغسطس لعام 2020، وحلقة جديدة من برنامج مع الدكتور ناجي ضد الإلحاد، وراء الخلق خالق. وشعار البرنامج: نكره الإلحاد ولكننا لا نكره الملحدين. وبرنامج اليوم بيتضمن ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو شرح لفكرة حلقات البرنامج. الجزء الثاني هنتكلم فيه ليه بنعتمد على الأدلة العلمية ولا نعتمد على الأدلة الإيمانية. والجزء الثالث والموضوع الرئيسي لحلقة اليوم هنتكلم فيه على عجائب تكوين كرات الدم الحمراء. نبدأ بالجزء الأول وهو شرح فكرة حلقات البرنامج. إن الخلق وعلى رأسه خلق الإنسان اللي هو أفضل المخلوقات، بنلاقي إن الملحدين بيقولوا إنه ده بالصدفة أو عشوائية، على العكس المؤمنون بيقولوا إن ده خلق موجه. يبقى عندنا دلوقتي يوجد ثلاث نظريات: هل هو عشوائي؟ هل هو صدفة؟ هل هو موجه؟ نيجي نطحد ما يقوله الملحدون. الملحدون بيقولوا ان ده بطريق الصدفة، بعض منهم. طب هنا هنرد على دي. مثال: عندما يلتقي شخصان، فبنقول تعبير جميل كلنا حافظينه: رب صدفة خير من ألف ميعاد. حقيقة لا يوجد شيء اسمه صدفة. فلقاء شخصين بيعتمد على أربع حاجات. كل واحد منهم خرج ميعاد خروجه من بيته، وبعد الاتجاه لازم ماشيين في اتجاهين يتقاطع، لكن لو واحد راح يمين والتاني شمال مش هيتقابله. ويعتمد على السرعة ويعتمد على المسافة. إذا الموضوع الصدفة ده تعبير مجازي، إنما في عوامل أربعة بتحدد هل هيلتقي أو ما يلتقوش. الصدفة ليست بشيء لينتج عنها شيء، صدفة دي ولا شيء. والقاعدة بتقول لا شيء يستحدث من العدم، أي لا شيء يستحدث من لا شيء. فموضوع الصدفة في الخلق ده موضوع خاطئ، لأن الصدفة دي لا شيء، ولا شيء يمكن، لا يمكن أن ينتج عنه شيء. طب نيجي النظرية الأخرى اللي بيقول بها بعض الملحدين، إن الخلق تم بطريقة عشوائية. طيب العشوائية من اسمها بتعمل في كل الاتجاهات، يعني ايه؟ يعني تنتج الصالح والطالح، الضار والنافع. بينما احنا لما نبص الخلق وعلى رأسه خلق الانسان ونشوف، وده موضوع حلقتنا اللي هو حلقاتنا اللي هو تصميمات بتاعت خلق الانسان، بنلاقي انها معمولة مش بس صالحة، ده بشكل إعجازي كامل، يعني يخدم الهدف منها، وده اللي هنشوفه في حلقة النهاردة وفي الحلقات القادمة بإذن الله بشكل كامل. وده يدحض فكرة العشوائية، إن إحنا مفيش حاجة جوه جسمنا فيها اسمها صالح وغير صالح أو طالع، مفيش كلام ده. إحنا كل حاجة جوه الجسم بتاعتنا معمولة بشكل ليس فقط صالح، ليس مثالي، إنها بشكل إعجازي يخدم الأهداف منها بشكل كامل. طب هنا قد يقول قائل من الناس الملحدين إن خلق الإنسان ده عبارة عن تزاوج بين العشوائية والانتقاء الطبيعي. واحد يقولي مش فاهم، اشرح لنا. اشرح لك، يعني مجموعة من الملحدين بتقول عشوائية بتنتج الصالح والطالح، الضار والنافع، والانتقاء الطبيعي بيستثني بيشيل الحاجات الضارة، الحاجات الطالحة التي لا يعني تتمشى مع الحياة، هي بتندثر من تلقاء نفسها، فيبقى الصالح فقط. ده اللي بيقولوه. يبقى ازدواج بين العشوائية تدي كله، والانتقاء الطبيعي يشيل الحاجات الوحشة ويسيب الحاجات الكويسة. طبعا هنرد على الكلام ده بالتفصيل في حلقات التطور والانتقاء الطبيعي، لكن هقول دلوقتي في عجالة الرد على الحكاية دي. طب اوكي هنمشي معاهم، ان الانتقاء الطبيعي
هيشيل اي حاجة تتعارض مع الحياة. طب كم مفروض الانسان يبقى فيه اشياء في خلقه صالحة واشياء يعني غير ضارة في نفس الوقت مش جيدة، لانها ما بتتعارضش مع الحياة، مش ضارة فهتفضل، مش في الصورة المثلى بس تفضل. لكن احنا لما ندرس تصميمات خلق الانسان فنلاقي ان مش بس الاشياء اللي فيها يعني غير ضارة او مجرد اهي حاجة والسلام مش جيدة، لا ده معمولة في شكل ليس امثل، لكن بقول في شكل كامل لان الكمال لله وحده، وده اللي هنشوف. نخلص من ذلك ان المؤمنين بيؤمنوا بايه؟ بان وراء الخلق يعني قوة موجهة، مفيش لا صدفة ولا عشوائية، وهذه القوة بتتميز بمميزات ثلاث. واحد، أنها إعجازية في قدرتها وفي حكمتها، نمرة واحد عشان تقدر وبحكمة. اتنين، أنها ذاتية الوجود. طب واحد يقول لي حكاية ذاتية الوجود عشان ما نخشش في السؤال القبلة أن يقول لك طب مين خلق الكون؟ الله. طب مين خلق الله؟ لا، دي محاورة يعني عبيطة، لأن لازم في النهاية ننتهي، حتى لو أخذنا جدلا بهذه السلسلة، أن لازم ننتهي بقوة ذاتية الوجود، يعني هي أوجدت روحها اللي هو ربنا. ثالث حاجة، أن لازم القوة دي ما يبقاش في قبلها وما يبقاش في بعدها، لازم تبقى أزلية أبدية. هذه القوة اللي بتتميز بالمميزات الثلاثة دي بأنها إعجازية في قدرتها تقدر وفي حكمتها، يعني نمرة واحد، إنها ذاتية الوجود موجودة بذاتها، وإنها أزلية أبدية. هذه القوة نسميها نحن المؤمنون الله. ده كان الجزء الأول في حلقة اليوم، اللي هو لا هي عشوائية ولا هي صدفة زي كما يقول الملحدون، إنما هي موجهة بقوة نسميها الله، قوة قلنا إعجازية في قدرتها وفي حكمتها، ذاتية الوجود، أزلية أبدية. نيجي نقطة تانية، لماذا يستند البرنامج إلى الأدلة العلمية فقط ولا يستند إلى أي أدلة إيمانية؟ لخمس أسباب هقولها ليه بنستند الأدلة العلمية فقط. واحد، أننا ننزه المعتقدات الإيمانية المقدسة عن النقد. لو إحنا خدنا المعتقدات الإيمانية كإثبات لوجود الله، يبقى من حق يعني الملحدين في الحالة دي إن هم يعني ينقضوا اللي بنقوله، وهذا ما لا نريده أو نرضاه. فعش كده إحنا ما بنحطش الأدلة الإيمانية، عشان مش عاوزين هندلهم دليل إيماني يبقى من حقهم هم ينقضوه. إحنا بننزه المعتقدات الإيمانية المقدسة عن النقد، ده حاجة لا عاوزينها ولا نرضاها. تاني سبب، إن الملحدين لا يؤمنون ولا يعترفون بالأديان، وعليهما بيعترفوش بالمعتقدات الإيمانية، يبقى هنديها لهم كدليل وهم أساسا مش معترفين بها. تلاتة، إن العبد الله رجل علم وليس رجل دين، أنا أعرف أتكلم في العلم فعش كده بحط الأدلة العلمية. أربعة، وهي الأهم من وجهة نظر شخصية ومن وجهة نظر الكثيرين، وقد نصيب وقد نخطئ، إن غاية الأديان والأنبياء شيئان. يعني هو ليه الأديان الإبراهيمية توجدت؟ لحاجتين، أولا هي بتدعو كلها إلى عبادة الله الواحد، ده الهدف الأساسي الأول الأديان دي، عبادة الله الواحد. اتنين، تتميم مكارم الأخلاق، وهنا أنا بأسجل إعجابي بكلمة تتميم. ليه؟ لأن هل قبل الأديان الإبراهيمية، الأديان الإبراهيمية بقالها آلاف السنين، ما كانش فيه أخلاق؟ لا طبعا، كل الحضارات السابقة كان عندها كود أخلاقي، وكود أخلاقي معقول جدا، إنما جاءت الأديان عشان تكمل وتتمم مكارم الأخلاق وإلى الصورة الكاملة. يبقى ده الغرض من الأديان والأنبياء، لكن مش الغرض من الأديان ووجود الأنبياء هو أنهم يعرضوا معلومات فيزيائية، ده مش هو ده الغرض. هما بيعرضوا علينا
السلوكيات، بيكلمونا عن كي ما إذا يجب أن يكون عليه سلوكنا إحنا. وعلى فكرة ودي عملت عليها محاضرة في أول محاضرات السيكولوجي، السلوكيات علم برضو، مش السلوكيات دي أي حاجة، وبالعكس علم السلوكيات يفضل العلوم الطبيعية، بل علم السلوكيات هو اللي بيقود قاطرة التقدم البشري. وقلت حلقة كاملة في أول محاضرة في السيكولوجي عن إزاي إن علم السلوكيات هو اللي بيقود قاطرة التقدم العلمي. فالنقطة الأهم إن الأديان والأنبياء ليست بغرض شرح علوم طبيعية، وإنما عبادة الله الواحد، والنقطة الثانية قلنا تتميم مكارم الأخلاق. نيجي النقطة الخامسة والأخيرة ولا تقل أهمية، واسمعوني كويس في دي، إن العلم بشري متغير. العلوم دي حاجة إحنا حاجة متخصصة بالبشر، تخص البشر متغيرة، بينما الدين ده على النقيض إلهي مش بشري وثابت، فلا يجب الخلط ما بينهما. ليه؟ لنحفظ للعقائد قدسياتها ونقائها وثباتها. وهدي مثال هنا، أتعجب أن الكثيرين من المتكلمين في شؤون الدين في كل الأديان، وأكرر في كل الأديان وفي كل العصور، وأكرر في كل العصور، يتركون الهدفين الرئيسيين اللي هم عبادة الله الواحد وتكميم مكارم الأخلاق، ويخرجوا بينا لدراسة علوم طبيعية. حتى أن بعضهم وما زال، وهاخد بقى المثال المشهور، ينكرون كروية الأرض ودورانها الثلاثي، إن الأرض بتدور حول روحها وهذا يصنع الليل والنهار، تدور حول الشمس وهذا يصنع الفصول، وإن المجموعة الشمسية بتدور ككل زي ما قلنا في الحلقة الماضية على مدى 225 مليون سنة الدورة الواحدة للمجموعة الشمسية ككل. وأرى أنه لا داعي للمزج بين المعتقدات الإيمانية والأمور العلمية في تلك الأمور لسببين. واحد، إثبات كروية الأرض ودورانها ده موضوع علمي مش موضوع إيماني، نحن نثبت هل الأرض كروية فعلا، هل الأرض بتدور، ده حاجة علمية. اثنين، إنكار كروية الأرض ودورانها ده لا يدعم الإيمان، بل بالعكس دي نقطة تحسب لصالح الملحدين. والملحدون عندهم مقولة بتقول الآتي: الذي لا يقوم عليه دليل ينقض بغير دليل. يعني انتوا ما عندكوش دليل على ان الارض مش كروية ما بتدورش، يبقى احنا مش مطالبين، اللي هم الملحدين الملحدون مش مطالبون ان هم يدونا دليل على عكس ذلك. هم اثبتوا كروية الارض ودوران الارض. وعلى فكرة انا خدت موضوع كروية الارض ودورانها موضوع علم واحد، انما هناك عشرات الامثلة مش عاوز اخوض فيها. فبقول الخوض في هذا المجال، وده اللي بشوفه انا على القنوات على اليوتيوب بتاعه الملحدين، هم بيمسكوا يعني بعض المتكلمين في الدين في الامور دي ويقعدوا ينقدوها. فانا لا بقى، انا هفوت الفرصه على هؤلاء الملحدين. ازاي؟ بان انا مش هجيب لهم اي ادله ايمانيه، انا هأضحد ما يقولون وسوف اثبت وجود الله بادله علميه فقط، إنما مش هحط أدلة إيمانية. عاوزين ننزه المعتقدات الإيمانية عن النقد، إن دي حاجة لا نحبها ولا نرضاها، وهنكلمهم في العلم بس. عشان كده بطلب منكم من فضلكم إن أي حد عاوز يحط تعليق يحط تعليق بأدلة علمية. هذا البرنامج بيثبت وجود الله بأدلة علمية فقط. وطبعا لا داعي أن أكرر وسأكرر أنه لا يدعو إلى أي معتقد بذاته، إحنا هنا في مجال علم. طيب ننتقل بقى إلى موضوع اليوم، وهي عجائب تكوين كرات الدم الحمراء. تصور إحنا بنتكلم في كرات الدم، يعني اللي هي أبسط خلايا الجسم ضمن أكتر من 200 خلية، هنقعد فيها عدة حلقات عشان تعرف إزاي الخلق وعلى قمته خلق الإنسان، ده خلق كامل موجه من قبل قوة. هعيد تاني، إعجازية في مقدرتها وفي حكمتها، ذاتية الوجود أزلية أبدية، ده اللي هنشوفه بأدلة علمية.
فهتكلم في تاني حلقة على خلية كرات الدم الحمراء، على عجائب تكوينها من حيث أربع نقاط: معدل التكوين، مكان التكوين، ثلاثة مواد التكوين، وأربعة حل مشاكل التكوين. شيء مذهل مذهل، لا يمكن دي تبقى صدفة أو عشوائية، إنما هي شيء موجه من قبل قوة معينة نسميها الله. نبتدي بمعدل التكوين، شيء رهيب. عارف إحنا بنكون كم كرة دم حمراء؟ 17 مليون كرة. حضرتك بتقول في إيه؟ في اليوم؟ في الساعة؟ في الدقيقة؟ افتح ودنك. في الثانية 17 مليون كرة دم في الثانية. كل كرة جواها 250، هتقولي 250 ايه؟ مليون جزيء هيموجلوبين. نهار ابيض، 17 مليون كرة في الثانية، كل كرة فيها 250 مليون جزيء هيموجلوبين، ومعدل تكوين كرات الدم الحمراء بيبقى 25 بليون كرة عندنا في جسمنا. طب ليه العدد الرهيب ده؟ ده يعزى، بس ده يعني بره موضوعنا، لقصر عمر كرة الدم الحمراء، بتقعد 120 يوم فقط، والعدم احتوائها على النواة، وبالتالي غير قابلة للانقسام. خد اللي بعدها وأهم، إنها عشان القوة دي موجهة، هذا الإنتاج مرتبط بالاحتياج. الإنتاج مرتبط بالاحتياج، بمعنى إيه؟ أهم وظيفة لكرة الدم الحمراء وللهيموجلوبين إنه يشيل أكسجين. يبقى مفروض يبقى عندي كرات دم أكتر وهيموجلوبين أكتر عندما يحدث نقص في الأكسجين. وتعال اتفرج، إن لو الإنسان انتقل لارتفاع 3000 قدم فوق سطح الأرض يبقى الأكسجين ناقص، فبيزود إنتاج كرات الدم الحمراء 60%. وخد الجملة الأروع اللي قلناها الحلقة الماضية، إنه إزاي ربنا عمل مناسبة سبحان الله بين الكرة الأرضية والإنسان اللي بيعيش على سطحها. أعلى نقطة في الكرة الأرضية قلناها الحلقة الماضية قمة إيفرست في جبال الهيمالايا، حتى قلنا رقم لا ينسى، فاكرينه؟ 29,029 قدم، رقم أنا ما بنساهوش، 29,029. إن الإنسان ممكن لو طلع فوق القمة دي بس على مدى 6-8 أسابيع، عشان يدي فرصة لتكوين كرات دم الحمراء، لأنها بتاخد 6-8 أسابيع عشان تتكون، ممكن يصعد لهذه القمة ولا يتوفاه الله. بينما لو جبت واحد ما كونش كرات الدم بطيارة وحطته فوق قمة إيفرست دايركتلي، يتوفاه الله، الكرات ما زادتش لتواكب نقص الأكسجين. إيه العظمة دي؟ اسمع اللي بعدها أروع، وحدانية التصميم تثبت وحدانية الخالق. واحد قال لي مش فاهم، يعني هذا إن الإنتاج مرتبط بالاحتياج، ده لا يرتبط فقط بكرات الدم الحمراء إنما بكل خلايا الجسم، يعني خلايا العضلات، من حيث ممكن في أي خلايا الجسم تزيد عددا أو حجما أو مكوناتا، وممكن الثلاثة العدد والحجم والمكونات لتواكب الاحتياج، وكلنا عارفينها، اللي بيشتغل شغلة تحتاج مجهود جامد عضلاته بتقوى، اللي بيشتغل شغلة فيها احتكاك للجلد، الجلد بيصبح أكثر سمكة ليتحمل الاحتكاك. حتى العظم مرتبط قوته بالثقل. وأدي مثال لطيف جدا ما يعرفوش الناس كتير، إن الناس اللي بتطلع في الفضاء الخارجي حيث بتنعدم الجاذبية يبقى ما فيش ثقل، العضلات بتضعف جدا وتهن، لدرجة لو رجع الأرض فجأة ممكن أول ما ينزل على سطح الأرض العظم من كتر ما هو ضعف، لأن ما في ثقل فوق، في انعدام جاذبية، تتكسر. وده اللي بيفسر ليه في الرحلات الفضائية اللي بتقعد مدة طويلة بيقعدوا يعملوا تمرينات ضد المقاومة هناك، مش كعرض استعراضي إنما للاحتفاظ بقوة العظام عشان تواكب لما يرجع الأرض ويرجع الثقل تاني ويسيب انعدام الجاذبية، العظم يبقى قوي. حتى في المخ، انك تفكر اكتر ده يقوي المخ، يعني تصميم واحد في كل خلايا الجسم، ان الانتاج والوظيفة تواكب الاحتياج. طب تصميم واحد يعلن عن ان المصمم واحد يعلن عن وحدانية الخالق. فكر فيها، هل يصلح ان ده يبقى عشوائية؟ ده تصميم موجه. دي كانت النقطة الاولى.
طاق النقطة الثانية مكان التكوين. بعد ما اتكلمنا على معدل التكوين، مكان التكوين بيتغير ويتطور حسب مع زيادة الاحتياج. ناخد حضرتك وانت جنين، وانت جنين بتبتدي تكوين كرات الدم الحمراء الاول في كيس المح اللي هو اليوكساك، ثم في الطحال السبلين، ثم في العظم. طب ليه العظم في الاخر؟ لان العظم في الجنين ما بيتكونش غير في المراحل الاخيره، في مراحل تكون الجنين. ففي الاول في كيس المح، ثم في الطحال، ثم في العظام. طيب بعد الولاده بقى دلوقتي الاتي، في طول ما احنا بننمو لحد فتره البلوغ، كل العظام تساهم في تصنيع كرات الدم البيضاء، كرات الدم بانواعها، اسف، حمراء وبيضاء وكله، كل العظم. وعلى فكره، وده بقولها لكثير من الناس، دي احد الوظائف الرئيسيه للعظم. يعني العظم مش وظيفته بس انه يثبت الجسم وانه يساعد الحركه وانه يحمي الحاجات اللي جوه، زي مثلا السكالما بتحمي البرين، وانه يختزن المعادن. من ضمن الوظيفه الخامسه مهمه جدا ان العظم مهم لتكوين كرات الدم بانواعها. والنهارده بنتكلم على كرات الدم الحمراء، ده انا قلت في الحلقه الماضيه ان الحيوانات الفقاريه اللي عندها عظام هي اكثر مقدره على انتاج كرات الدم الحمراء، وبالتالي حمل الاكسجين، وبالتالي الحرق وتوليد الطاقه. وعشان كده الحيوانات الفقاريه اللي عندها عظام، كرات دم حمراء، اكسجين، يحرق يدي طاقه، لما تقارنها بالحيوانات اللا فقاريه تلاقيها اكثر تطورا بما لا يقارن، لان في طاقه، في اكسجين، في كرات دم حمراء. فضمن وظائف العظام هي تكوين كرات الدم الحمراء. طيب شوف بقى الحته الجميله اللي تثبت ان الخلق موجه. طول ما احنا بننمو لحد فتره البلوغ يبقى في احتياج، بننمو احتياج متزايد من كرات الدم الحمراء، فافتح ودنك، فكل العظام تساهم في تصنيع كرات الدم الحمراء. طيب لما نصل مرحله البلوغ ويتوقف النمو، مش محتاجين كل العظم، مش محتاجين كل المصانع، فبنقفل نص المصانع، ان خلاص النمو وقف، الاحتياج المتزايد لكرات الدم مش موجود، عاوزين عدد معين. تمام؟ تفتكر، وسؤال ياما وجهته الى طلبتي في المحاضرات، تفتكر الان في الشخص البالغ مين بيقوم بتصنيع كرات الدم الحمراء؟ هل عظام الاطراف، اليدين والرجلين، الذراعين والرجلين، ولا عظام الراس وعظام الجذع؟ وكنت بسيب السؤال ده الناس تفكر، لانه ده يثبت وجود الخالق. فبعض الطلبه، واسمع افتح ودنك، بتجاوب بعشوائيه اللي هي نظريه الملحدين، فتقول لي احنا الان بننتج كرات الدم في عظام الاطراف اللي هم الذراعين والرجلين. فقول لهم خطا، ده لان انتوا بتفكروا بعشوائيه، مش فكر موجه، مش فكر حكيم، مش فكر ذكي. الله خلانا دلوقتي في الشخص البالغ بينتج كرات الدم في عظام الراس والجذع، مش في عظام الطرفين. فيقولوا طب اثبت لنا ان دي وراها فكره، انها تصرف حكيم. تعال نفكر في مسار الحياه. ممكن حضرتك تفقد طرف، يعني تتقطع ليك ايد، تتقطع ليك رجل. تخيل بقى لو الاجابه بتاع بعض الطلبه ان تكوين كرات الدم الحمراء كان في الذراعين وفي الارجل. اما تقطع لي دراع، غير اني فقدت دراع، يبقى ما في تكوين كرات دم الحمراء، ايه اللي يجيني انيميا، يبقى على راي المثل موت وخراب ديار. لكن العظمه الالهيه انه التكوين بيتم في عظام الراس وعظام الجذع. واظن لا يمكن شخص هيفقد راسه او يفقد جذعه ويبقى عباره عن اربع اطراف ماشيه في الدنيا. يبقى ايه العظمه دي؟ يعني ربنا ابقى تكوين كرات الدم الحمراء في العظام، افتح ودنك، الذي لا يمكن ان تفقد. يبقى 100% الخلق موجه وراء حكمه وراء فكره. وازيدك من البيت، من الشعر بيتا، ما عدا حتى في الازرع وفي الارجل في استثناء، ما عدا راس الذراع عند الكتف، الراس بس بتاعت الهيومرس، ورأس
الرجل عند عظم الحوض اللي هو بتاع الفيمر. ليه؟ فكر معايا. لان انت هتتقطع ايدك هنا لا قدر الله، تتقطع هنا، تتقطع هنا، انما هيبقى الراس موجود، لان احنا ما بنقعدش نمسك الايد ونملخها كده نشدها، مهما انقطعت الايد في حادثه موجود، يبقى الراس تساهم في عمل كرات الدم الحمراء. وكذا في الرجل، هتقطع مشط القدم، يتقطع الرجل من تحت من فوق، استير الراس موجوده. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني حتى الدقائق في الاستثناء يا ماده للتامل. طيب نيجي النقطه الثالثه، توفير مواد التكوين. 17 مليون كره في الثانيه، كل كره جواها 250 مليون جزيء هيموجلوبين، يبقى محتاجين كميه غذاء ما نقدرش عليها. اتفرج هنا الروعه بقى، واحد من اعظم عمليات التدوير، يعني الريسايكلينج اللي بيتكلم عليه الانسان ومعتبر روحه انه ده مقياس للتقدم الحضاري، ان في عمليات تدوير، في ريسايكلينج، ده منذ الازل موجود في الخلق. تعالى، واحد من اعظم عمليات التدوير ان الكرات الدم الحمراء التي انقضى عمرها بسبب طبعا انثنائها في الشعيرات الدمويه بتفقد صلاحيتها، بتتكسر في الاخر، تيجي الخلايا الاكوله في الدم تروح واكله الهيموجلوبين اللي جواها. الهيموجلوبين كما يوحي الاسم شقين، هيم يعني ده حديد، 70% من الحديد موجود في الهيموجلوبين، هيم، وجلوبين ده نوع من انواع البروتينات. فالخلايا الاكوله دي لما تهضم الهيموجلوبين تطلع الحديد اللي فيه وتطلع الاحماض الامينيه بتاعه البروتين وتديها لك عشان تعيد تكوين كرات دم حمراء جديده. عمليه من اعظم عمليات التدوير عشان تقدر تعمل 17 مليون كره في الثانيه ب 250 مليون جزيء، انك بتعيد استخدام الحديد تاني اللي 70% منه قلنا موجود في الهيموجلوبين، وبتعيد استخدام الاحماض الامينيه بتاعه الجلوبين عشان ما تحتاجش كتير. وتبقى النفاية، ودي بنلقيها برضو كمعلومة لطيفة، هوامش اعتبرها، بنلقيها في البراز، ونفايات كرات الدم الحمراء التي انقضى عمرها هي دي السبب في ان البراز بتاعنا لونه بني. وعشان كده برضو نشرح شوية طب، لما بيحصل تكسير في كرات الدم الحمراء يبقى نفايات زيادة في معدلات تكسير كرات الدم الحمراء، يبقى هيبقى في زيادة في النفايات، بنلاقي احد الدلائل ان البراز بيبقى لونه غامق. والام الذكيه اللي هي بتراقب البراز بتاع اطفالها لما تلاقيه غمق فجاه، يبقى عرفت ان جات له نوبه من نوبات تكسير كرات الدم الحمراء، لو كان عنده امراض فيها تكسير كرات الدم الحمراء. يبقى ثالث اعجوبه هي في الريسايكلينج. ومره اخرى، الريسايكلينج ده مش بس في خلايا كرات الدم الحمراء، ده في معظم خلايا الجسم، وهقولها مرة أخرى، لأن التصميم واحد، وحدانية التصميم تثبت وحدانية الخالق. إن عمليات التدوير دي ربنا بيعملها مش بس في كرات الدم الحمراء، في معظم خلايا الجسم. وهاخد مثال لطيف جدا، الخلايا المبطنة للأمعاء، الأكل وهو نازل في الأمعاء بيحك في الخلايا دي فبيوقعها. تصور الامعاء بتهضم الخلايا المبطنه ليها اللي وقعت دي، تهضمها وتاخد البروتينات اللي فيها عشان تعيد استخدامها تاني، يعني ما نفقدهاش في البراز، مع ان الاكل وقعها لا، تهضمها وتمتصها تاني لاعاده استخدامها. عمليات التدوير في معظم اجزاء الجسم. ومره اخرى، وحدانيه التصميم، ان تملي الفكره واحده، يبقى وراء هذه الفكره شخص واحد، او يعني قوه واحده، اسف، نسميها الله. شيء رائع لما تفكر فيها. نيجي العجوبة الرابعة والأخيرة، اللي هي حل مشاكل التكوين. برضو معلومات الطريفة أحب تعرفوها معظمكم، إن المرض المتعلق بكرات الدم الحمراء أهم مرض هو مرض الأنيميا، أي نقص كرات الدم الحمراء. واهم سبب الانيميا، معلومه طريفه احب حتى الاطباء ياخدوا منها بالهم منها، هي انيميا نقص الحديد. يعني لما يسالك في انواع كتيره الانيميا، مين اهم نوع في الانيميا؟ نقص الحديد. ده بيصيب، افتح ودنك، 30% من البشر عندهم انيميا نقص حديد. احنا قلنا 70% من الحديد في الجسم موجود في الهيموجلوبين.
لو بنقص حديد يعمل لك انيميا. طب ازاي بقى الخالق خلانا نحل هذه المشكله؟ بطريقتين. لما الحديد ينقص حضرتك تصغر كره الدم الحمراء حجمها وتصغر محتواها من الحديد، يبقى بتصغر الحديد والكره. واحد يقول لي ما مفهومه دي؟ لا، قول لنا فين الاعجاز العلمي. الاعجاز في الخلق ان ربنا خلى نقص الحديد اكثر من نقص حجم الكره، يعني الكره حجمها بينقص بس مش بنفس مقدار النقص اللي حصل في الحديد جواها. تقول لي طب ودي تفيدنا في ايه؟ لما الكره ما تصغرش قوي يبقى المسطح بتاعها ما يصغرش قوي، والمسطح ده مهم لتبادل الغازات، يبقى في تعويض الهي عمله لنا. الحديد الهيموجلوبين اللي بيشيل اكسجين نقص جدا، الكره نقصت بس مش بنفس المقدره، عشان يبقى المساحه كبيره نسبيا، والمساحه دي مهمه في عمليه تبادل الغازات. خد الثانيه وهي اروع. لما تنقص كرات الدم الحمراء، كرات الدم الحمراء دي السبب الرئيسي للزوجه الدم، فاللي ينقص عنده الحديد وعليه يجي له انيميا نقص الحديد اللي هي قلنا اهم انواع الانيميا، 30% من البشر كرات الدم الحمراء نقصت، لزوجه الدم قلت، فالدم يمشي اسرع وبالتالي يقدر يعوض بانه يجيب اوكسجين اكتر. واحد قال لي اشرحها لي. حضرتك في شيالين بيشيلوا لك شيله معينه عددهم نقص، وانت عاوز في نفس الوقت تنقل نفس الشيله، يبقى الشيالين دول ما عندهمش غير فرصه واحده انهم يجروا بسرعه اكتر، ادام عددهم قال لي عوضوها بان هم السرعه تزيد. فربنا خلى المشاكل بتحل روحها، يعني اعراض المرض تفيد في علاجه، زي ما بقول الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر. ما يحصل لك انيميا، عدد كرات الدم الحمراء يقل، لزوجه الدم تقل، الدم يمشي اسرع، عشان العدد قليل بتاع الشيالين يبقى يروحوا يجروا بسرعه عشان ينقلوا نفس كميه اكسجين. وده اللي بنلاحظه في انه اللي عندهم انيميا بيبقى ضربات قلبهم اسرع لان الدم بيمشي اسرع والنفس اسرع. وعشان كده بنقول، وهنا نقطه جميله طبيه، ان يجب ان احنا نعالج الانيميا دي بقى، يعني ربنا ادالنا تعويض الهي لفتره بقى، الحق انت وخد حديد وعالج الانيميا. ليه؟ لان لو القلب قاعد يشتغل بسرعه لفتره طويله، في الاخر من ضمن عيوب الانيميا لو ما عالجتهاش انها تؤدي الى هبوط في القلب، هارت فيلير. اديك فهمت ليه فلازم نعالجها. دي كانت العجائب الاربعه لتكوين كرات الدم الحمراء. معدل التكوين ازاي؟ انه معدل رهيب ومتناسب مع الاحتياج. مكان التكوين ازاي؟ بيتطور من كيس المح للطحال للعظام، ولما نلغي بعض العظام نلغي العظام اللي ممكن تفقد مش العظام الثابته. وبعدين مواد التكوين ازاي؟ عندنا اكبر عمليه تدوير في التاريخ في عمل اكثر عدد كرات الدم الحمراء اللي هي اكثر الكرات عددا. ثم حل مشاكل التكوين ازاي؟ لما بيقل الحديد ويحصل انيميا، ان احنا بنقلل كميه الحديد لكن نصغر الكره مش بنفس المقدار عشان يبقى في سطح للتبادل اكثر والدم يمشي اسرع، فالضربات القلب تزيد والنفس بيزيد في الناس اللي عندهم انيميا. ولا يجب ان احنا نعتمد عليه، لازم نعالج الانيميا بسرعه قبل ما يحصل هارت فيلير. بنخلص من هذه الحلقة إن الكلام اللي قلته ده، هل اللي وراه كل حاجة وراه فكرة، هل يصلح أن يكون صدفة كما يقول بعض الملحدين؟ هل يصلح أن يكون عشوائية التي تنتج الصالح والطالح، الضار والنافع كما يقول بعض الملحدين؟ وإنما هي قوة، يعني إنما هو خلق موجه وراءه قوة موجهة. قلنا القوة دي تتميز بأنها إعجازية في قدرتها وفي حكمتها، لأنها بتعمل كل شيء بصورة كاملة، حتى في المرض بتحل المشكلة. قلنا ذاتية الوجود أزلية أبدية، هذه القوة الإعجازية في حكمتها وفي قدرتها، ذاتية الوجود الأزلية الأبدية نسميها نحن المؤمنين، نحن المؤمنون الله. وفي النهاية أشكركم على حسن متابعتكم، وأدعو الله لجميعكم بدوام الصحة وزوال الغمة، وإلى أن ألقاكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج مع الدكتور ناجي ضد الإلحاد وراء الخلق خالق. أستودعكم الله وشكراً.